ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفيديو جديد. بس قبل ما ابدا الفيديو، لو هيعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو وسبسكرايب كمان للقناه وفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده اللي هعملها ان شاء الله. الفيديو النهارده ريفيو عن كريم للشعر بزيت الارجان من براند كوزمو. انا بقالي فتره كنت بتفرج على ريفيوهات لبعض البنات وكنت بشوفهم بيتكلموا على منتجات كوزمو وان هي جميله ومفيده سواء للبشره، في منها للشعر وفي منها للبشره. فبصراحه وانا بتمشي كده في السوبر ماركت وشفت الكريم قلت اجربه، خصوصا من الفتره اللي فاتت حسيت ان اي نوع سيرم بستخدمه مش بيديني ايفكت كويس للشعر زي ما انا عايزه، يعني مش بيطري الشعرايه، مش بيفردها، مش بيديها التغذيه الكامله. فقلت طب اريح شعري شويه من السيرم واستخدم كريم، او الكريم بيبقى ترطيبه اعلى. لما لقيت الكريم بتاع كوزمو قلت دي يعني حاجه كويسه ان انا اجربها، خصوصا ان انا بسمع عنها ريفيوهات كويسه. جبته وجربته، بقالي مده بجربه وهو بقالي يعني يعتبر قربت على نص قربت على النص. بصراحه يعني ما حسيتش ان هو ترطيبه كويس، حسيت لا ان هو يعني بيرطب الشعر في الاول ما بتحطيه، بعديها بنص ساعه بساعه، لما الموضوع بيطول شويه عن كده لا الترطيب بتاعه بيبقى ضعيف. فما حسيتوش قوي، مع انه كمان بزيت الارجان، فانا قلت فكره الارجان كمان هيدي ترطيب اكتر وتغذيه اكتر للشعر، بس الصراحه انا ما حسيتش ده. لذلك انا عشان جبته فقلت خلاص هخلصه، بس يعني انا ما اعتقدش ان انا هجيبه واجربه تاني. وبصراحه للناس اللي عايزه تجيبه وتجربه، يعني لو حابه قوي تجربيه، لو بيتباع من عبوات صغيره جربيه، لان ده 500 مللي كبير، ف انا للاسف حاسه ان انا اتدبست فيه. كمان انا مش جايباه رخيص، يعني جايباه ب 43 ريال، انا توقعت ان هو هيبقى كويس. فانا بصراحه يعني هو مش سيء يعني، بس ممكن يكون انا معايا برضو مش قادر يجيب نتيجه، يعني برضو عشان اكون صريحه هو مش سيء، هو بيرطب بس ترطيبه مش قوي، ترطيبه ضعيف ومش بيفضل ثابت مثلا طول اليوم، لا هو ممكن نص ساعه ساعه زي ما قلت لكم، بعد كده بيبتدي الشعر خلاص بقى يرجع لوضعه تاني. فحبيت اقول لكم تجربتي معاه، انا مش بظلم المنتج ولكن دي تجربتي انا معاه، اللي حابب ان هو يجيبه يجرب هو حر، بس انا بقول لكم تجربتي وبس. شكرا، باي باي.